بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد وتحليل لمباراة ليفربول وكريستال بالاس. المصائب لا تأتي فرضا على ليفربول. ليفربول للجولة الثانية على التوالي في الجولتين الافتتاحيتين للدوري الإنجليزي بيفشل في الفوز، مرة خارج أرضه ومرة النهاردة على ملعبه قدام كريستال بالاس. بصراحة النهاردة ليفربول تعادل 1-1 مع كريستال بالاس في أداء انا ما عجبنيش خالص، واكيد ما عجبش اي حد. تستمر الاخطاء الدفاعيه واخطاء نص الملعب لليفربول من مباراه فولهام اللي فاتت. النهارده قلنا اكيد كلوب هيعالج الموقف وبسرعه كده هيلملم اوراقه، لان احنا عارفين ان ليفربول طبعا بيحب المراكز الاولى، ده المراكز الاخيره دي ما تنفعش معانا. النهارده ليفربول احنا بنشوفه في المركز ال13، ده قابله فرق كتير، ده قابله برينتفورد وقابله بورموس وقابله توتنهام وليستر سيتي، ده الناس كلها فوق وليفربول تحت. النهارده اخطاء دفاعيه كارثيه من فان دايك ومن جوميز. المباراه اللي فاتت كان فان دايك وماتيب، النهارده فان دايك وجوميز ونفس الاخطاء ونفس اخطاء نص الملعب، وتستمر غيابات نص الملعب. والنهارده في اول مباراه على الانفيلد نونيز بيطرد. الحكايه دي ما حصلتش في ليفربول غير مرتين في التاريخ، مره في 2010 قدام ارسنال كان اول مباراه لكول على ما اعتقد، كان جو كول كان اول مباراه ليه قدام ارسنال مع ليفربول على ملعب الانفيلد وطرد. والنهارده نونيز قدام كريستال بالاس بيكتب تاريخ جديد وبيطرد في اول مباراه ليه على الانفيلد. بصراحة أنا مش عارف هو نونيز إيه اللي عمله ده، بس هو بصراحة لاعب كريستال بالاس عرف يستفزه، ونونيز طبعا متهور ضربه. طبعا كلنا عارفين إن نونيز لاعب كبير وقدراته محدش يقدر يتكلم عنها، لكن المفروض أنت فرقتك خسرانة وعايز تتعادل وعايز تكسب لأنك بتلعب على أرضك وليفربول بينافس على البريمير ليج والكلام ده كله، وتيجي لاعب كريستال بالاس يعصبك ويوترك بسهولة كده تروح ضرب وتاخد طرد، لا ده أكبر غلط. وأكيد كلوب هيتكلم معاه في الحتة دي، وطبعا نونيز هيغيب ومش عارف بقى الدوري الإنجليزي هيديله العقوبة بتاعته إيه. بس نرجع تاني للمباراة النهاردة، بصراحة ليفربول ما عجبنيش خالص، والنهاردة كريستال بالاس كان ممكن يكسب بعد كورة ولفريد زاها دي اللي جت في العرض، لا بأخطاء كارثية. احنا شفنا ولفريد زاها عدى ازاي من فان دايك ومن جوميز وحط الكرة بس اتسطرت مع ليفربول وجت في العرضة. النهاردة محمد صلاح ما ظهرش كتير، وده لأن محمد صلاح أيام ما كان بيلعب مع فيرمينيو وماني، فيرمينيو وماني كانوا بيخدموا على محمد صلاح. النهاردة محمد صلاح ما فيش حد بيعمل له اسيستات ولا بيصنع له اهداف ولا الكلام ده. صلاح النهارده كان بيلعب جنب نونيز وكان بيلعب جنب دياز. دياز ونونيز طبعا يعني لسه ما بتطوروش مع بعض او ما فهموش لعب بعض قوي، يعني لسه برضه يعني لسه نونيز جاي عليهم جديد. ممكن صلاح ودياز ماشي، لكن نونيز عايز عرضيات وعاوز ناس تخدم عليه، لان نونيز احنا عارفينه كويس في العرضيات. طبعا النهارده ما فيش ولا عرضيات ولا ما فيش اي حاجه، وطبعا صلاح ما ظهرش زي ما قلنا لان صلاح عايز اللي يلعب معاه ويعمل له اسيست، لا انت عندك نونيز عايز يجيب اهداف ودياز عايز يجيب اهداف، فهنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل والحكايه هتمشي ازاي. النهارده ولفريد زاها في الدقيقه 32 بيجيب هدف حلو قوي، لكن بعد الطرد ورغم الطرد، مش بعد الطرد رغم الطرد، هو بعد الطرد لكن رغم الطرد الا ان ليفربول عرف يتعادل وتعادل بطعم الخساره. بس هدف دياز انا عجبني جدا من مهاره فرديه وحطها صاروخ، بس زي ما قلنا تعادل بطعم الخساره لليفربول. النهارده ليفربول بيستقبل الهدف الافتتاحي للمره السادسه، ودي ما حصلتش منذ موسم 1997. لا ليفربول في دربكه، انا مش عارف هو في ايه في ليفربول. هو لسه الدوري بدري، واكيد وكل الفرق انا متوقع كل الفرق هتخسر نقط لان مستويات متقاربه جدا الموسم ده. احنا بنشوف الفرق الصغيره بتهزم الكبير وتفرض عليه التعادل، يعني احنا شفنا فولهام اللي لسه صاعد من تشامبيونشيب فرض التعادل على ليفربول. ليفربول كان تاني الدوري وصيف الدوري الموسم اللي فات. النهارده كريستال بالاس برضه بيفرض التعادل على ليفربول، ومش عارف ايه حكايه ليفربول تعادل تعادل تعادل. احنا عارفين ليفربول المباراه الجايه هتبقى قدام اليونايتد في الارض ترافل، الاثنين جارحين بصراحه، اليونايتد هزيمتين وليفربول تعادلين، يعني ليفربول اهو شويه
في مش عارف اليونايتد باين في المركز ال20 ده، مش عارف ده اليونايتد ده قصة تانية لوحده، ده ضحك لوحده. النهارده كمان ضحك ليفربول بالأداء ده، أنا ما أتوقعش خالص إن ليفربول لو استمر بالأداء ده إن هو ينافس على البريمير ليج أو ينافس التشامبيونز ليج. إحنا شايفين فرق أوروبا كلها ما شاء الله، إحنا شايفين الريال وشايفين برشلونة، برشلونة كمان لا ده شكله فريق الضحك برضه، برشلونة زي اليونايتد بالظبط، بتجيب لعيبة مهما تجيب برشلونة يفضل برشلونة، وأقول لك والله مفوز. المهم النهارده ليفربول في اخطاء دفاعيه من المباراه اللي فاتت، والنهارده زي ما قلنا اكيد قلنا اكيد كلوب هيعالجها في مباراه كريستال بالاس، لكن يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء لكلوب. كلوب انا مش عارف هو ازاي ما خدش باله، او اكيد خد باله من الحته دي، بس اللعيبه ما نفذتش او حاجه زي كده. هو ليفربول عنده غيابات في نص الملعب، لكن الدفاع في ليفربول انا مش عارف. نرجع ونقول ان كلوب في بدايه سوق الانتقالات كان قال لك انا مش هجيب لعيبه تاني في نص الملعب، انا عندي لعيبه كتير في نص الملعب ومش محتاج لعيبه في نص الملعب. ولكن فوجئنا في بدايه الدوري وامام فولهام نص الملعب كان متعري خالص، والنهارده نفس الحكايه. يعني اتضح ان كلام كلوب بيهبل كان فيه، والمفروض كان ليفربول عاوز لاعب في نص الملعب، كمان ليفربول عاوز مساك تاني مع فان دايك، كمان فان دايك مش في مستواها. فان دايك زي ما قلنا من ساعة الإصابة، وفان دايك هو مش فان دايك يا أمو فان دايك. فان دايك من ساعة إصابة قدام إيفرتون الموسم اللي فات، ومن ساعة ما رجع كان إصابة بالرباط الصليبي، من ساعة ما رجع وفان دايك مش هو فان دايك اللي إحنا نعرفه، مش بتاع فان دايك بتاع بداية الموسم اللي فات. فان دايك كان قوي جدا وكان بيعمل تاكلينج والكلام ده، إحنا ما بنشوفش الكلام ده خالص. يعني أهو جولتين ما شفناش فان دايك، لا فان دايك مستواه سيء جدا. طبعا إحنا زي ما قلنا الفيديو اللي فات على ليفربول ان فان دايك احنا بنقيم كل مباراه على حده، لكن فان دايك طبعا ده غنى عن مستوى فان دايك، طبعا ما حدش يقدر يتكلم عنه لا ولا قدرات فان دايك، لكن احنا بناخد كل مباراه على حده. قدام فولهام انتقدنا جدا فان دايك، والنهارده انا بنتقد برضو فان دايك، لان فان دايك النهارده كان عنده اخطاء كتير، كمان جوميز كان عنده اخطاء كتير، وفي اخطاء في نص الملعب، ونص الملعب والدفاع مش متناسق مع بعضه، وكمان مفيش ربط ما بينهم. واليسون برضو يعني برضو بتفلت منه شويه كور كده، مفيش غير خط الهجوم، وخط الهجوم لحد دلوقتي مش متناسق، رغم الهدفين اللي جابهم نونيز مباراه فولهام، وقلنا بدايه جيده جدا، او هذا هدف هالاند اللي جاب هدفين، نونيز جاب هدف وصلاح كان جاب هدف، رغم الهدف اللي جابه قلنا هتبقى بدايه كويسه جدا وبيعرف نفسه على الجمهور، لكن نيجي النهارده وعلى ملعب الانفيلد قدام جماهيره ويعمل اللي عمله ده ويطرد ويخسر فرقته، ان هو كان ممكن يساعدهم، كان ممكن ليفربول يكسب لولا الطرد ده مثلا، لكن ليفربول اتعادل اهو نقطه احسن من مفيش. النهارده ليفربول خسر نقطتين مهمين جدا، وانا قلت قبل كده ان لازم ليفربول يفوز على كريستال بالاس عشان يفضل في المنافسه. احنا شايفين السيتي وشايفين ارسنال، انا بصراحه ارسنال عاجبني جدا وماشي بخطوات ثابته، كمان السيتي كويس جدا، تشيلسي وتوتنهام يعتبروا في مستوى بعض، واحنا شفنا في مباراة امبارح تشيلسي وتوتنهام تعادلوا 2-2 في مباراة ولا أروع، لكن ليفربول لا في أخطاء ولازم كلوب يعالجها في أسرع وقت، لازم يلحق ويلم الدنيا في أسرع وقت، لأن كده المباريات بتضيع منه والدوري بيضيع، واحنا عارفين الدوري الإنجليزي لا لحد آخر جولة بس طبعا لو السيتي فلت ولا الفرقة من الفرقة فلتت محدش هيقدر يجريها، خصوصا السيتي. احنا شفنا السيتي ولعبته لحد دلوقتي 100 100، 10 على 10. ليفربول لا بصراحه ليفربول مستواه مش هو ليفربول بتاع المواسم اللي فاتت. طبعا المباراه الجايه ليفربول هتكون قدام المان يونايتد زي ما قلنا على ملعب مانشستر يونايتد، الفرقتين جريحين، الفرقتين عايزين المكسب ولا غنى عن المكسب من الاثنين، يعني هنشوف مباراه دعك. طبعا احنا مستنيين المباراه دي بفارغ الصبر، المباراه هتكون يوم الاثنين ان شاء الله، الاثنين اللي جاي الساعه 9. كمان كريستال بالاس هيكون عنده مباراه صعبه جدا قدام استون فيلا، استون فيلا برضو يعني بس هي تكون على ملعب كريستال بالاس، وبرضو هتكون مباراه قويه جدا، بس احنا مستنيين مباراه مانشستر يونايتد وليفربول لان الاثنين محتاجين الفوز باي طريقه، فهنشوف مباراه دعك ان شاء الله، هنكون معاكم ونغطيها. وما تنساش في نهايه الفيديو لايك الجميل بتاعك، واعمل اشتراك للقناه لو مش عامل، وفعل زر الجرس. نشوفكم الفيديو الجاي، سلام. كوبري ادوش، يا سلام على التكتيك والافكار العالميه.